بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 15 بعنوان الثاني من سبتمبر عام 31 يوم أكتيوم من كتاب كليوباترا. إن السفن والمعدات بأنواعها التي حوتها هذه الموقعة قد أدارت حرب أكتيوم، حيث امتلك أنطونيوس سفنا حربية كبيرة عملاقة تشبه التماثيل صعبة الحركة والدوران، ولا تحتاج إلى عدد كبير من الأفراد لإدارتها، وعلى العكس تماما من سفن أوكتافيوس والتي أعدت خصيصا لمثل هذه الحروب والمناورات. ومن هذا المنطلق لا يمكن لأنطونيوس النيل من سفن أوكتافيوس التي كانت تتمتع بالمرونة والخفة. إن سفن أنطونيوس استطاعت أن تحمل الكثير من الرجال وآلات الحرب والأحجار والقاذفات، وهي مصممة على أساس أن تحمل أحجارا كبيرة الحجم ومجانيق، كما أنها كانت بها ميزة أخرى أيضا، وهي ارتفاعها الشاهق من خلال الأبراج التي شيدت فوقها. بل إن أنطونيوس كان يعتقد أن وابلا من قذائف سفنه تستطيع أن تبعثر سفن العدو وتقضي عليها، أما إذا حاولت الاقتراب فمصيرها الاستيلاء عليها. وعلى النقيض كانت سفن أجربة تتمتع بسرعة الحركة والمناورة كما أسلفنا، وهذه الخاصية جعلته يحاول المرور بسرعة بجانب سفن أعدائه ويحطم مجاديفها أو عجلة قيادتها أو يصيب جوانبها. ولكن إذا قام أجربة بهذه المغامرة فعليه أن يكون سريع الحركة إذا اقترب من سفن أنطونيوس، وذلك حتى لا تناله هذه السفن وتقضي على سفنه. وكما أن لكل حرب مكانا تدار فيه عمليات الحرب، كان لهذه المذبحة البحرية مكان مناسب أيضا تدار منه عملياتها بمنطقة أكتيوم. لقد عرف أنطونيوس أن السفن أجربة ذات غاطس صغير وليس بعميق، ولذلك رأى أنه إذا وصلت هذه السفن إلى أرض دحلة فإن المعركة سوف تتحول من معركة بحرية إلى معركة برية، وبذلك تتحول نتيجة المذبحة لصالحه، حيث يعول الكثير على قاذفات سفنها. أما إذا دارت المعركة في مياه عميقة فالنتيجة ستكون بالتأكيد العكس. وبهذه الصلاحيات والخطط من كلا الجانبين بدأت آخر أكبر مذبحة بحرية في التاريخ القديم، حيث أخذ أنطونيوس موقعه عند مدخل الخليج انتظارا لهجوم العدو، وقد ساعدت ضحالة المياه على عدم قدرة العدو على الهجوم عليهم وتحطيم مجاديفهم. أما أنطونيوس فتمنى أن تحطم قاذفاته أكبر قدر من سفن العدو حتى يستطيع اغتنام فرصة الرياح ويعتلي البحر. وفي ظهيرة هذا اليوم كان متوقعا أن تكون الرياح جيدة ومناسبة لأن تجرف السفن ناحية الجنوب، ولهذا فإنه احتفظ خصيصا بالجناح الشمالي ليبدأ منه الهجوم، وعند ذلك سيتحول هذا الجناح ناحية الجنوب تلقائيا، وهي الناحية التي يريدها أنطونيوس. فضلا عن ذلك سوف ترفعه الرياح من الخلف. ولكن كل هذه الأفكار كانت في رأس أنطونيوس وحده، إذ لم تتحقق وخانها التوفيق. ذلك أن أجربة لم يقم بالدور الذي كان يجب عليه القيام به من الهجوم على سفن أنطونيوس، إذ لم يكن ينوي الهجوم كما كان أنطونيوس متوقعا. ثم إن الرياح لم تعد تتحرك فتدفعه ناحية الجنوب كما كان يتمنى أيضا، وبدأ له وكأن أسطول أوكتافيوس قد أقلع عن فكرة الحرب. ثم تحرك أجربة بأسطوله صوب الجناح الجنوبي من سفن أنطونيوس، وبهذا اتجهت مقدمة سفن أنطونيوس صوب الشمال على عكس ما أراد. في اللحظة نفسها تحرك أوكتافيوس بأسطوله إلى الخلف في حركة انهزامية مصطنعة،
مما دعا سفن أنطونيوس إلى التحرك خلفه والابتعاد عن الشاطئ والدخول في عمق البحر. ولكي لا يفقد أنطونيوس سبيل الاتصال ببقية أسطوله، اضطر إلى التحرك خلف سفن أوكتافيوس مبتعدا عن الشاطئ، وهذا ما كان يبتغيه أوكتافيوس، والحركة نفسها اتبعها أجربة أيضا. وبهذه الطريقة يعتبر كل أفكار أنطونيوس السابقة وتخطيطاته ذهبت أدراج الرياح بمعنى الكلمة. في هذا السياق نعتقد أن قوات سفن أنطونيوس اعتبروا هذه الحركة من أسطول أوكتافيوس على أنها هروب وفرار، مما أغراهم بالتحرك خلف سفن العدو. ولكن عند نقطة ما في المياه العميقة، وهي النقطة التي كان ينشدها أوكتافيوس، توقفت سفنه في الجنوب وأجربا في الشمال فجأة، ثم راحت تنتشر شمالا وجنوبا حتى شكلت خطا عرضيا كبيرا، ثم انقسم هذا الخط في المنتصف إلى شقين، مما أدى إلى بعثرة كل أفكار أنطونيوس. عندئذ سيطر أجربا على مجريات الأحداث وأصبحت كل المميزات في صالحه. أما عن الأحداث التالية لذلك فيحدثنا كاشيوس ديو موضحا إياها بصورة أفضل، فيقول: لقد تفرقت سفن أجربا حول سفن أنطونيوس مثل الفراشات، واتجهت نحوها بسرعة مذهلة حتى لا تتعرض كثيرا لضربات سفن أنطونيوس الموجعة. وفي لحظات كانت سفن أوكتافيوس تغير اتجاهها فتصيب المجاديف وتحطمها، وكذلك محركات السفن فتلحق بها الأضرار أو تضرب جانب السفينة أو تضرب جانب السفينة متلفة أجزاء منها. بعد هذه العملية التي أتلفوا بها عددا كبيرا من سفن أنطونيوس العملاقة، والتي أصبحت بعد ذلك عاجزة عن الحركة، راحت سفن أوكتافيوس وأجربا تشكل مجموعات صغيرة، كل مجموعة تتكون من 3 سفن أو 4، تهجم على سفن أنطونيوس وتستولي عليها واحدة تلو الأخرى، وساعدت النيران التي حملتها الرياح على إشعال النيران في سفن أنطونيوس ودمرتها أيضا. لقد دارت هذه اللوحة الدرامية المأساوية أمام عيني كليوباترا التي كانت تقف خلف خطوط الحرب بسفنها 60، والتي كانت تحمل كل كنوزها. وكما فوجئ أنطونيوس بخطة أوكتافيوس، فوجئت كليوباترا أيضا. وبعد فشل تخطيط أنطونيوس، ما كان منها إلا أن تشاهد هزيمته بعينها، والتي رأتها وتحققت منها مع حريق كل سفينة من سفنه. لقد أصبحت كليوباترا الآن بلا حمى وبلا نصير، وعليها الآن أن تتوقع أن تكون هي نفسها آجلا أم عاجلا هدفا. وكان عليها اتخاذ القرار والتحرك، فغيرت من خطتها واقتحمت بسفنها وسط سفن الصديق والعدو. أما أنطونيوس فلم يتردد في أن يتبعها، حيث ترك سفينة القيادة وقفز في قارب صغير. ومن حسن حظه أنه استطاع التسلل به بين سفن العدو حتى نجا، ومن استطاع اللحاق به من أتباعه فعل، حيث ألقى الجنود بالماكينات الثقيلة والآلات التي كانت تثقل كاهل السفن، وسارعوا بالتجديف لعلهم ينجون بأنفسهم، كما أن الكثير من السفن لم تكن تدري بهروب القائد، مما أدى إلى سيادة جو من التخبط والبلبلة. وفي النهاية كان النصر حليف أوكتافيوس وأجربا في موقعة أكتيوم. الفصل 16: لغز الموت. نعم، لقد نجا أنطونيوس من أكتيوم، ونجا معه ربع أسطوله الذي شارك في أكتيوم، وقد كانت هناك قوات أخرى تحت يده تمكنه من مواصلة الحرب، كما كانت لديه الخزينة المادية التي تساعده على ذلك أيضا، والذي نجا بها من أكتيوم مع الأشياء الأخرى. إن الهزيمة كانت ساحقة بالرغم من كل شيء كما سبق ذكره، وقد قامت قوات أنطونيوس البرية في أكتيوم بالاستسلام في مقدونيا بعد المذبحة ب7 أيام. أما الذين سلموا أنفسهم من قوات أنطونيوس فقد عملهم أوكتافيوس معاملة حسنة،
وأمنهم على أنفسهم وأرواحهم تماما مثل جنوده، بل إنه عرض عليهم امتلاك أرض في إيطاليا لكي يعيشوا عليها، فما الذي يريده الجنود أكثر من ذلك؟ وهذه الروايات وصلت إلينا عن طريق داعية المنتصر، والتي نشطت أكثر ما بين عشية وضحاها، تتحدث عن أحداث الحرب وتفاصيلها ونتائجها، ثم توالت الأحداث سريعة على أنطونيوس الذي توجه من أكتيوم إلى براتونيوم، وهي منطقة حصينة كانت من أملاكه، تقع بين كورينا ومصر. ومن هذه المنطقة أبحر متجها إلى قواته التي كان قد تركها في منطقة كورينائية، التي رفض قائد قواتها بينارايوس سكاربوس أن يقود أنطونيوس قواته إلى مصر. وكان ذلك صدمة أخرى بالنسبة لأنطونيوس، التي حاول على أثرها الانتحار للمرة الأولى، ولكن أصدقائه أحبطوا هذه المحاولة. وبالرغم من أن أنطونيوس قد تعافى من هذه الكارثة النفسية التي لم تصبه في يوم أكتيوم ذاته، بل أصابته بعد موقف بينارايوس سكاربوس هذا، فإنه لم يفلح في أن يمنع أمراءه وملوك البلاد التابعة له أن يذهبوا واحدا تلو الآخر إلى أوكتافيوس، بل إن هيرودس الذي انضم مؤخرا إلى أوكتافيوس قد أعاق مددا كان في طريقه إلى أنطونيوس عن طريق سوريا. ويبين لنا العام التالي للعام الذي وقعت فيه مذبحة أكتيوم اقتناع أوكتافيوس وأجربة بالقوة والإمكانيات الواسعة التي يمتلكها الهاربون من أكتيوم، وراح أوكتافيوس يعد العدة لكي يستطيع الإبحار إلى مصر. وهذا الإعداد استغرق منه عاما كاملا قبل أن تطأ أقدامه أرض مصر، أرض كليوباترا، والتي كان بها الجزء الأكبر من احتياط جيش أنطونيوس. عودة مرة أخرى إلى موقف كليوباترا بعد مذبحة أكتيوم مباشرة، حيث سارعت الخطى لكي تصل إلى مصر في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل أن تصل أخبار هزيمتها إلى الإسكندرية والتي قد تسبب لها القلاقل. وعند دخول أسطولها ميدان الإسكندرية، صدحت الموسيقى من سفنها وتعالت النغمات، وكأن الأسطول عاد منتصرا من غزواته. بعد استقرار كليوباترا في الإسكندرية، كانت أولى الخطوات التي اتخذتها هي سحب الكثير من الأموال وهبات المعابد لكي تستطيع بها تدبير المقاومة وتسليح الجيش ضد أوكتافيوس، حيث أمرت بعد ذلك ببناء أسطولها الثاني في منطقة الخليج العربي، وقد عللت بناءه بأنه الأمان للمملكة وكنوزها. ولكن كونتوس ديديوس حاكم سوريا أمر بإحراق سفن الأسطول عند انضمامه إلى أوكتافيوس. في شتاء الفترة ما بين 31 و30، شهدت الإسكندرية احتفالا كبيرا آخر، وهو الاحتفال ببلوغ أنتيلوس ابن أنطونيوس وقيصر ابن كليوباترا سن الرشد، حيث أصبح بذلك قيصر ابن كليوباترا مواطنا سكندريا، أما أنتيلوس ابن أنطونيوس فأصبح مواطنا رومانيا، وأصبح بذلك من حقه ارتداء عباءة الرجل الروماني. في تلك الأثناء من الجائز أن تكون كليوباترا قد فكرت في من يخلفها على العرش، وتخبرنا الآثار التي عثر عليها بأن هذه الفترة كان بها مراسلات بين كليوباترا وأوكتافيوس من ناحية، وبين أنطونيوس وأوكتافيوس من ناحية أخرى. وقد دارت المراسلات بين أنطونيوس وأوكتافيوس حول نقطة مؤداها أن يسمح لأنطونيوس بأن يعيش في الإسكندرية أو في أثينا كشخص رسمي كان يسيطر على نصف العالم من قبل. أما المراسلات التي دارت بين كليوباترا وأوكتافيوس فكان مؤداها أن تحتفظ بملكها في مصر، وأن يحكم أبناءها من بعدها في مصر، وأن يؤمن أوكتافيوس استمرارية مملكة البطالمة بعدها. وهذه النقطة الأخيرة التي كانت ترمي إليها كليوباترا كانت نفس سياسة والدها بالحرف الواحد، هذه السياسة التي كلفت والدها الكثير من المال والوقت. وقد انتهجت كليوباترا هذا الطريق مع قيصر وأنطونيوس من بعده، ولكن كليوباترا عندما قدمت مطالبها إلى أوكتافيوس لم تكن تدري
أن مطالبها وأمنياتها هذه لا تساوي شيئا عند أوكتافيوس، حتى وإن كان ابنها هو ابن قيصر أيضا. ولكن كليوباترا الملكة ذاتها كانت دائما موضع تفكير أوكتافيوس، ليس من أجل أن يسيرها في موكب نصره بروما فقط، ولكن من أجل الحصول على كنوزها. هذه الكنوز كانت مهمة جدا بالنسبة لأوكتافيوس، فهو في حاجة إليها لكي ينفق منها على جنوده، وكذلك جنود أنطونيوس الذين انضموا إليه مؤخرا، ولكي يدعم بهذه الكنوز البنية الإيطالية نفسها. ولكن هذه الكنوز بنت ولكن ه... ولكل هذه الكنوز بنت كليوباترا مقبرة كبيرة بجوار معبد إيزيس، وثمرت بها كنوزها المكونة من ذهب وفضة وأحجار كريمة ولآلئ وسن الفيل والأبانوس والتوابل النادرة ذات الروائح الطيبة، وكذلك كمية من المواد التي تساعد على الاشتعال، وكذلك أنواع نادرة من الفتيل. في صيف عام 30 استطاع أوكتافيوس أن يستولي على الشواطئ السورية والفلسطينية دون أدنى مقاومة، حتى وصل إلى بولوزيون. ومما رواه بلوتارخ في إطار شعري أن مجموعة من الفرسان التابعين لأنطونيوس كانوا قد حققوا بعض النجاحات، مما دعا أنطونيوس إلى تكريمهم مع كليوباترا، حيث أهدى هؤلاء الفرسان دروعا وخوذات من الذهب لأدائهم الجيد. ولكن سرعان ما بدل هؤلاء الجنود معسكرهم واتجهوا إلى معسكر أوكتافيوس، وقد أراد بلوتارخ أن يعطينا فكرة عن الحالة المزرية التي تردد إليها أنطونيوس. فبعد مضي عدة أيام كانت البقية من أسطول أنطونيوس قد ذهبت إلى أوكتافيوس، فعملهم الأخير معاملة حسنة مثلما عامل زملائهم. في أغسطس احتل أوكتافيوس الإسكندرية، وفي هذا اليوم نفسه توفي أنطونيوس الذي راحت دعاية المنتصر تتحدث بلا كلل عن مدى خسته ونذالته. استرك جنوده في أكتيوم وهرب طالبا النجاة لنفسه، وفي اليوم نفسه الذي احتل فيه أوكتافيوس الإسكندرية انتحر أنطونيوس، معلنا بانتحاره هذا أنه المسؤول عن كل هذه الهزائم. لقد أصبح أنطونيوس أقل من أقل محارب في جميع مراحل التاريخ الروماني. أما فلاميتيوس هامش فلاميتيوس كان قائد جيش الرومان عام 217 قبل الميلاد في الحرب الدروس ضد هانيبال التي أفنى بها هانيبال جيش الرومان وأباده عن آخره. الذي سقط عند بحيرة ترازيمني. هامش ترازيمني هي بحيرة صغيرة تقع في منتصف إيطاليا، تبلغ مساحتها 128 كيلو متر مربع وعمقها 6 أمتار. عام 217 قبل الميلاد فإن هذا الرجل كرم اسمه بعد ذلك واعتبر شهيدا، ونسجت حوله قصص البطولة والتعظيم. بعد وفاة أنطونيوس سمح أوكتافيوس لكليوباترا أن تعد جنازة فخمة لأنطونيوس تليق به، وتم وداع أنطونيوس في موقف مهيب، إما في الثاني أو الثالث من أغسطس. بعد ذلك حدثت محاولة كليوباترا الأولى للانتحار عندما امتنعت تماما عن الطعام، ولكنها عدلت عن محاولة الانتحار هذه عندما هددها أوكتافيوس بالتنكيل بأبنائها إذا انتحرت. وفي 8 من أغسطس حدث أول لقاء بين كليوباترا وأوكتافيوس محتل الإسكندرية. وهنا أتعجب من المؤرخين الذين أوردوا لنا روايات مختلفة عن هذه المقابلة. ففي رواية كاشيوس ديو يقول: لقد دخلت كليوباترا على أوكتافيوس تماما مثلما دخلت على قيصر وأنطونيوس من قبل، حيث تزينت وتجملت بفحش وحملت معها خطابات قيصر، وعندما مثلت أمام أوكتافيوس ركعت على ركبتيها في حركة إغرائية مثيرة، ولكن جمالها كان قد خبى مما أوقظ عفة أوكتافيوس. أما رواية بلوتارخ عن هذا اللقاء فهي على النقيض، حيث يظهر لنا امرأة حزينة متوجعة لفقد أنطونيوس، وهي بالرغم من أحزانها ترتدي ملابس خفيفة تكشف عن صدرها
المليء بالخدوش من شدة الانتحاب. ويكمل بلوتارخ قائلا إنها كانت منهارة عصبيا وكانت تميل إلى الوحدة حتى تستطيع الموت في هدوء. وفي اليوم التالي للقائها مع أوكتافيوس علمت كليوباترا من كورنيليوس دولابيلا أن أوكتافيوس عقد العزم على اصطحابها معه إلى روما لكي يسيرها في موكب النصر مع بقية الأسرى. عندئذ رجعت بها الذاكرة إلى الوراء عندما اجتاض قيصر أختها أرسنوي في موكب نصره بروما، إلا أن كليوباترا لم ترضى لنفسها بهذا المصير. لقد استأذنت كليوباترا أوكتافيوس في أن تزور قبر أنطونيوس فسمح لها بذلك. وفي يوم 10 من أغسطس توجهت كليوباترا إلى قبر أنطونيوس حيث انتحرت هناك بجواره. أما آخر الكلمات التي لفظت بها فقد زودنا بها بلوتارخ، والتي هي شهادة لحب كبير من امرأة أو أنها خيال من بلوتارخ نفسه، حيث قالت من بين آلاف الزفرات التي زفرتها في حياتي لم تكن هناك زفرات أشد قسوة علي من تلك التي زفرتها في الفترة القصيرة التي عشتها بعدك. في عام 79 بعد الميلاد حدث بركان كبير في مدينة هيركولانيوم، عثر على أثره على بعض لفائف البردي، كذلك عثر على بعض الشقافات التي تروي في شعر ملحمي بطولي عن بعض بطولات حرب مصر. هذا الشعر كتبه شاعر مجهول، وقد أورد فيه أن كليوباترا قد وقفت وسط السوق بالأسكندرية تجري تجارب عن أنواع الموت الممكنة على عدد من المحكوم عليهم بالإعدام. ومن خلال بقية الشقافات ولفائف البردي وجدنا عدة طرق أخرى انتحرت بها كليوباترا. أما قارئ التاريخ فيجد أن آلام كليوباترا قد صورت في مواضع كثيرة وبصور مختلفة. إن ذلك يوضح لنا أن كليوباترا لم يسمح لها حتى أن تختار طريقة موتها، كما لم تشهد أيضا كتابة تاريخها الشخصي. لقد جعل المؤرخون من موت كليوباترا لغزا كبيرا، فهناك رواية تقول أنها انتحرت باستخدام لواصق سامة، وأخرى تقول أنها انتحرت باستخدام الإبر السامة. أما طريقة الانتحار الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة ويؤيدها الجميع وبصفة خاصة المؤرخون، فهي الانتحار عن طريق لدغة الثعبان. أما النقطة الهامة والتي نود أن نشير إليها فهي أن كليوباترا لم تخلدها طريقة موتها أي انتحارها، ولم تنل الشهرة والبقاء من خلال هذا الانتحار، وذلك لأنها كانت بالفعل أبدية مخلدة قبل وفاتها. ففي حياتها كانت إلهة في عدة صور وأشكال، ولو نظرنا إلى كونها ملكة فقد كانت ابنة الإله رع، كما كانت الإلهة إيزيس في شكل جديد. كذلك عبدت فيما بعد على أنها أفروديت، ولأنها ابنة رع فهي سوف تتحد مع هذا الإله بعد موتها. ولكل هذه الأسباب نراها قد أنهت حياتها بطريقة مثالية لملكة مصرية، حيث إنها انتحرت بالثعبان وهو رمز من رموز إله الشمس آمون رع المقدس في صورة طقوس دينية. كما كان الثعبان هو العلامة المميزة للفرعون، الثعبان كان الأداة التي اختارتها كليوباترا لوفاتها، لأن هذا الثعبان كان الأداة التي هدد بها الفرعون أعداءه، وفي الوقت نفسه كانت رمز الحماية لشخصه هو من قبل أبيه الإله آمون رع، كما أمدتنا المصادر الأدبية القديمة المشار إليها بالعديد من الحكايات الأخرى عن أسرار انتحار كليوباترا، منها كم ثعبانا استخدمت كليوباترا للانتحار. إن الروايات الرومانية القديمة تقول إن كليوباترا استخدمت عدة ثعابين للانتحار وهما ثعبانان على الأقل. أما الروايات التي وردت بعد ذلك فتحدثت عن ثعبان واحد. كما أن هناك رأيا جديدا في هذا الخضم من الآراء والاحتمالات حول موت كليوباترا نود الإشارة إليه، وهو أن كليوباترا ماتت بلدغة واحدة في ذراعها. كما وصلنا رأي آخر عن موت كليوباترا، وهو أن الثعبان لدغها في صدرها كما رأينا في لوحة ماكارت، والتي تعتبر من أجمل اللوحات المعبرة في هذا السياق. وقد وجدت كليوباترا ميتة بعد ذلك في ثيابها الملكية، وهي على ما يبدو ثياب الإلهة إيزيس.
وقد صدق أوكتافيوس هذا النبأ عن وفاة كليوباترا بلدغة الثعبان، أو على الأقل هكذا أراد. ويروي كاشيوس ديو أن أوكتافيوس حاول أن يعالجها، حيث أرسل لها الأطباء المختصين لكي ينقذوها، محاولين امتصاص السم مرة أخرى من جسدها، ولكن كل ذلك جاء بعد فوات الأوان. ولهذا فإن موكب النصر في روما الذي صار في العام التالي لم تسر فيه كليوباترا، ولكن وضعوا بدلا منها صورة لها والثعبان ملتف حول ذراعها. إن أوليمبس طبيب كليوباترا الخاص هو الذي أخبر عن أسباب وفاة كليوباترا، ولدينا تقارير مكتوبة منه بذلك، فإما أنه أخبرنا بالحقيقة أو أراد اجتذاب الأنظار إليه، فهذا يرجع إليه وحده، وربما يكون قد جامل الرومان بكتاباته هذه أيضا، وهذا ما لا يعلمه أحد. وبالرغم من الشروحات الكثيرة هذه، يبقى موت كليوباترا سرا غامضا يسمح لخيال الناس بالتحليق حوله في المستقبل. أما أبناء كليوباترا فكان مصيرهم أكثر وضوحا من لغز موت أمهم، فابنها بطليموس قيصر، والذي كان يبلغ من العمر 17 عاما ويحمل لقب ملك، كانت أمه قد أرسلته من قبل إلى البحر الأحمر مع مربيه. عند ذلك أرسل أوكتافيوس من أحضره إلى الإسكندرية، حيث أعدمه في الحال، وبذلك أصبح هو الابن الوحيد لقيصر. وأما أبناء كليوباترا من أنطونيوس فقد منحهم أوكتافيوس لأخته، وهي زوجة أنطونيوس السابقة التي تولت رعايتهم. أما عن مستقبل كليوباترا سيلينا، وهي ابنة كليوباترا من أنطونيوس، فقد زوجها الرومان من الأمير جويا، وجعلوه حاكما على موريتانيا عام 25 قبل الميلاد، إذ لم يكن أحد على عرش البلاد آنذاك. وحول بداية التاريخ وفي غرب أفريقيا، أورد المؤرخون أن هناك ملكة كانت تدعى كليوباترا، لكنها كانت هي كليوباترا سيلينا. أما عن أخواتها الذكور فلم يصلنا عنهم شيء آخر. بعد احتلال الإسكندرية وموت كليوباترا، أصبح نصر أوكتافيوس كاملا. وبهذه المناسبة احتفل الرومان احتفالا لم تشهد له روما من قبل مثيلا، ولشدة فرحهم بهذا النصر والاستيلاء على الإسكندرية، غيروا اسم الشهر الثامن من العام من سكيستيليوس إلى أغسطس. فاصل هامش، أغسطس هي كلمة لاتينية منحت لأوكتافيوس كلقب تكريمي جديد له بعد إحرازه النصر العظيم على كليوباترا، وتعني العظيم المهاب الذي ليس له مثال. وتكريما لأوكتافيوس فقد أطلقوا لقب هذا على الشهر الثامن، والذي كان يسمى سيكستيليوس إلى أغسطس عودة، وذلك لأن هذا الشهر شهد انتصار أوكتافيوس على كليوباترا. الفصل 17. الآن دعنا نشرب نصر الرومان. بعد موت كليوباترا نظم هوراس قصيدته تحت عنوان الآن دعنا نشرب، والتي عرفت بقصيدة النصر. تقول أبيات القصيدة: الآن دعنا نشرب، الآن أقدامنا حافية، الآن ندق الأرض، الآن نأكل الطعام الشهي، نزين عروش الآلهة أيها الأصدقاء، حتى الآن اعتبروه من الآثام أن نشرب خمر كيكو بير الجيدة، أو نحضرها من مخازن الأجداد، طالما كانت الملكة المجنونة تهدد القلعة والمملكة الرومانية بالفناء. إنها كانت مرتبطة بعصابة من الخصيان، رجال مرضى فاقدي التقدير، انتشروا وحلموا بالحظ السعيد، ولكنهم أفاقوا عندما لم تنتج سفينة واحدة من سفنهم تنج سفينة واحدة من سفنهم من اللهب. أولئك الذين شربوا من الخمر المصري المريوتي سلبوا عقولهم ووقعوا في الرعب. لقد تبعهم قيصر أوكتافيوس من إيطاليا هاربين بمجاديفهم تماما، كالصقر الذي يتبع حمامة وديعة، كالصياد السريع الذي يعدو خلف أرنب بري على أرض ثلجية بسلسلين، هامش سلسلين منطقة زراعية باليونان. عودة، وكأن الشيطان
قد قيدها في سلاسل، لقد طار وعيها وعقلها وأرادت لنفسها ميتة كريمة وليست كسائر النساء. لقد ارتجفت عندما رأت السيف وحاولت أن تصل إلى شواطئ النجاة المجهولة بأسطولها السريع. لقد نظرت إلى الملك الغارق في الدماء بعين حزينة. عندئذ هان عليها أن تلتقط الثعبان الكئيب حتى تحصل منه على السم الأسود ويمتصه جسدها، وهكذا فكرت بجدية في ميتة متعقلة. لقد احتقرت أن يراها الشامتون بدون عرش، فهي لن تسير في موكب النصر كأي امرأة حقيرة. وبسرعة تدفق النبيذ سرت كل كلمات هوراس في كل مكان بدون توقف، وقد غنت أغنية شراب تحكي قصة تهديد كليوباترا لكيان الإمبراطورية الرومانية، ثم نصر أوكتافيوس وزوال كليوباترا بعد انتحارها. وتروي القصيدة هذه الرواية بصورة روائية مؤثرة، وترى في مطلع القصيدة عيد الشراب عند الرومان، وفي نهاية القصيدة ترى احتفال شراب آخر، ولكن لموت كليوباترا ما بين بداية ونهاية القصيدة ترى أبياتا، ترى سكر كليوباترا وفقدانها لعقلها حتى لا تستطيع التمييز بين الحقيقة والخيال. في الأبيات من 5 ل 12 ترى الشاعر يصور كليوباترا في غرورها وكبرياءها، بأنها كانت تريد أن تمحو القلاع الرومانية، بل أنها تريد أن تمحو روما ذاتها. وبدءا من البيت ال 12 ترى الشاعر يحولها من إنسانة فاعلة وملكة قادرة إلى مفعول بها تتلقى الضربات، وذلك عندما جاء دور أوكتافيوس الذي صوره الشاعر هنا كصياد ماهر. ثم تصور الأبيات هنا كليوباترا ليس على إنها ملكة، وإنما تصور صفات الجبن والهروب والجنون وكل الصفات السيئة التي تجسدت في شخصية كليوباترا. ويرى هوراس هنا أنها كالمخلوق الجني المشؤوم. وفي هذا الوصف نلحظ أن الشاعر جذب إليه انتباه القارئ وآثار تعجبه وحيرته بل واحتقاره، كما أدخل ما أصاب كليوباترا في إطار ديني، وأن القشعريرة الداخلية في هذه الكلمة تكمن فقط في الإيحاء التعبيري. لقد تمكنت كليوباترا من تغيير نظام الكون في صورتين مختلفتين في القصيدة، الصورة الأولى وهي كون كليوباترا امرأة، الصورة الثانية وهي كون كليوباترا عدوة للرومان. هاتان الصورتان تعتبران قضيتين مختلفتين بكل المقاييس. في نهاية القصيدة امرأة أخرى إنسانة لها دور، أما الملكة فقد فقدت منظرها الخارجي البراق، تبقى كليوباترا فقط. وفي نهاية هذه الدراما وعند انتحارها تبقى صورة إيجابية لكليوباترا في القصيدة، وهي ليست بامرأة حقيرة، أي أن كليوباترا امرأة ليست حقيرة. وهذا ما أدركه الأرستقراطيون الرومان فيما بعد من خلال طريقة الانتحار التي اختارتها كليوباترا، فقد تصرفت بالشكل الذي فرضه عليها موقف الهزيمة. من وجهة نظر هوراس فإن نصر أكتيوم كان كسبا للحرب ضد مصر، ولكن تبقى الكلمة بأن موت كليوباترا هو الذي أعاد لروما الأمان والحرية. كما يبقى القول دائما بأن مذبحة أكتيوم كانت المذبحة الكبرى على مستوى جميع مراحل تاريخ مصر العصور الوسطى، وهي الأسطورة كما وصفها فيرجيل هامش فيرجيل شاعر إيطالي من روما عاش في الفترة من 70 قبل الميلاد ل 19 قبل الميلاد عودة، وصورها تصويرا بديعا، حيث أنه وصف هذه المذبحة في الجزء الثامن من مؤلفه إينياس كما تعرض للاختلاف بين الطرفين، ثم تعرض لدور كليوباترا أيضا. واعتبر فيرجيل أن هذا الصراع في مجمله هو صراع بين الشرق والغرب بصفة عامة، حيث نرى في ناحية الإله الأولمبية مع الشعب والسيناتو وأوكتافيوس الذي اعتبر إلها وصور على هيئة رجل تخرج من صدغيه ألسنة اللهب، واعتبر أن نجمه بزغ من نجم أبيه الإله قيصر.
على الناحية الأخرى من الصراع نجد أنطونيوس وزوجته المصرية، وعن العلاقة بين أنطونيوس وكليوباترا لم يطلق عليها فرجيل أكثر من كلمة الخطيئة، كما اعتبر فرجيل أن أنطونيوس لم يعد روميا وأنه ليس له دور يذكر في هذه المعركة. وبهذا يكون فرجيل قد تجاهل الحقائق التاريخية كشاعر ووضع كليوباترا كمحور للصراع، ولكنه لم يدع كليوباترا من خلفها جيشها البشري في هذا الصراع وحسب، بل جعل الإلهة إيزيس وحاشية المعابد يتحركون معها، بينما كانت كليوباترا في المقدمة وخلفها الحشود البربرية. ثم يعطينا صورة أخرى نرى فيها الإلهات نبتون وفينوس ومينيرفا، وهي آلهة رومية تقف ضدها الآلهة المصرية على شكل حيوانات يتقدمها أنوبيس برأس كلب. وفي النهاية يهجم أبولو إله الشمس ويشد قوسه ويضع نهاية لهذه الحرب، حيث تهرب بعد ذلك كليوباترا ومن تبعها من المصريين وشعوب الشرق من الهنود والعرب والسبئيين. أما أوكتافيوس فقد أراد أن يمحو من ذاكرة الناس كل ما علق بخيالهم من مخزيات حدثت في الحرب الأهلية، لهذا نراه يصدر تعليماته بعدم ذكر اسم أنطونيوس وتجاهله تماما، كما يمحى اسمه من كل مكان. أما هوراس فيقول في مؤلفه: يا أيها الجيل القادم، هل ستصدق أن روميا قد باع نفسه لتلك المرأة وارتدى زي جندي وحمل لها السلاح وجلس في خندق يتلقى الأوامر من كل من كهل خصي؟ عندئذ فإن التاريخ قد أوجد للرومان ولأوكتافيوس عدوا. هنا نجد أن كلمات هوراس قصد بها كليوباترا التي وصفها هنا بالعدو والخصم اللدود للرومان. تم تصوير فني آخر في لوحات هرقل، حيث تخدع أومفالا ملكة ليدا هرقل وتسلبه هراوته وتضع فوق جسدها فرو الأسد الذي كان عليه. كذلك تفعل كليوباترا حيث تسلب أنطونيوس سلاحه وتقلل من شأنه. أما بلوتارخ فإنه أعطى لكليوباترا وأنطونيوس صورة كانت مستعملة في الماضي وجعل منها صورة حديثة تتناسب مع كليهما، وهي أن أنطونيوس كان مقتنعا بأنه خليفة هرقل. وفي هذا المعنى السابق اختلق الناس الكثير من الحكايات، منها أن أنطونيوس تنكر في زي امرأة وأن جنوده سلموا أنفسهم لأوكتافيوس قبل أكتيوم. كما حكي أيضا أن كليوباترا كانت تسيطر على الرجل وقلبت موازين الكون. أما بروبرز فيرى في مؤلفه أنها كانت تعاني من إدمان الشراب، أي كليوباترا، حتى إنها في ساعتها الأخيرة لم تكن تستطيع سوى أن تهزي ببعض الكلمات غير المفهومة من شدة السكر. وفي العصور التالية لعصر كليوباترا سادت مفاهيم معينة عنها، كل هذه المفاهيم كانت ما بين السيء والجيد، فمن قائل بأنها الفكاهة بعينها، ومن قائل أن إنها هيلينا ابنة الإله زيوس التي تقود الناس في بلاد الظلام كما جاء في الآداب الغربية. أما الشعراء والمؤرخون والخطباء الرومان فقد وضعوا الكثير من المعاني والكلمات فقط عن كليوباترا المرأة الجميلة، تلك المعاني ارتبط بها الكثير من الأجيال دون إعمال للفكر. ومن أمثلة هذه المعاني: المرأة الشؤم، العاشقة التي لا تشبع، المثيرة، الملكة الداعرة. لقد كان أعداء كليوباترا هم الذين صوروها بهذه الصورة وجعلوا من شخصيتها مطمعا للرجال، وإنها فقط مثيرة للشهوة ليس إلا، كما فعل الشيء نفسه ووصف كليوباترا بهذه الأوصاف أوريليوس فيكتور في القرن الرابع في مؤلفه رجال مشاهير، حيث يقول: لقد كانت كليوباترا شهوانية وكثيرا ما كانت تعرض نفسها علانية، وكم كان جمالها أخاذا حتى إن الكثيرين كانوا على استعداد أن يدفعوا حياتهم ثمنا هينا من أجلها. كما أنه في الوقت نفسه الذي وصف فيه المؤلفون كليوباترا على أنها قاتلة الرجال جعلوا منها الصورة المثالية الجميلة للرجال أيضا. وكل الكتاب والمؤلفون الرومان مع مرور الوقت يتنامى لديهم السبب العدائي ضد كليوباترا، معتقدين بأن طموحتها كانت تزداد شراسة مع الوقت. وفي نهاية الأمر دخلت أسباب الحرب ضد كليوباترا إلى منعطف آخر، وهو الحرب من أجل الحرية والشرف.
الحرب انتقاما للأخلاق ومحاربة الرذيلة. لقد بدأت الحرب بخلاف سياسي بين حزبين رومانيين، انتهت على أنها حرب ضد الشرق البربري وضد الاحتلال الهيلينيستي لروما. انتهت على أنها حرب ضد الخطر القادم من الشرق. وحول هذا المعنى استخدم المؤلف بروبرز المعاني القديمة التي استخدمها قبله فيرجيل وهوراس، وكانت كتاباته عبارة عن خلاصة ما كتبه سابقون عن الملكة المصرية، وما كان له دور سوى أن صاغ ما كتبه السابقون وقدمه بأسلوب آخر، ولكنه غالى في كرهه لكليوباترا، وغالى في تقبيح صورتها، حتى أنه غدا متطرفا أكثر من السابقين في هذا المجال. وكانت معظم كتاباته تنصب حول الصورة الغريبة التي رسمها لكليوباترا، مثل حديثه عن عشاقها الكثيرين. هذه الشتائم والموضوعات الرخيصة كانت أهم ما يشكل كتابات بروبرز، ولكنها في الوقت نفسه وصلت إلى حد الحماقة. وهذه الكتابات لم تعد ترقي إلى مستوى الكتابات السياسية، بل لا تزيد عن كونها هراء شيطانيا. الاتجاه نفسه في الكتابات التزم به لوكان أيضا، الذي لم يعرف للشتائم حدا، فيقول في أحد مواضع كتاباته: يا مصدر العار أيتها المرأة، إنك لن تحصلي على روما. وفي النهاية وضع رأيه النهائي قائلا إن العالم قريبا قد تسيطر عليه امرأة، وأن الأرض ستملكها كليوباترا، ستصبح الدنيا كلها فوق بحر هائج لو أن امرأة أجنبية سيطرت عليها. ثم نرى من خلال ما عثرنا عليه من كتابات تعليق ليفيوس على قصيدة هوراس، بحيث تصور أن كليوباترا قالت ذات يوم إنها لن تكون حلية تزين موكب نصر الرومان، كما أن بروبرز في مؤلفه يمدح طريقة إذلالها، فيقول متشفيا شامتا فيها: ستسير وحيدة في الشارع نفسه بموكب النصر بروما، ذلك الشارع الذي سار فيه قبلها الملك يوغورتا، ستسير مثله أيضا ذليلة مكبلة بالأغلال. يا له من موكب نصر رائع! ولكن كليوباترا بانتحارها أفسدت على الرومان هذه المتعة، وفضلت الموت على أن ترى هذا اليوم وتعيش أحداثه. عند ذلك أخذ أوكتافيوس مسلة مصرية معه إلى روما. هذه المسلة هي أحد الرموز المقدسة بأرض مصر، اتخذها أوكتافيوس علامة على نصره. هذا الرجل الذي لقب بأغسطس نظير نصره هذا على الملكة المصرية في روما، وضعت المسلة المصرية في روما وضعت المسلة المصرية واتخذوا منها مؤشرا وامتدادا للساعة الشمسية. وللحق والإنصاف، إن كليوباترا كافحت من أجل عرش البطالمة، حيث أنقذت هذا العرش بمساعدة قيصر، ومع أنطونيوس تمنت لو أن تعلو بملك أبيها إلى أبعد مما كان من ذي قبل. وفي أحد الأيام السعيدة التي عاشتها كليوباترا بالأسكندرية، كان حلمها قريب المنال، أو على الأقل اعتقدت هي أنها حققت هذا الحلم. نعم، لقد قاتلت كليوباترا بكل ما أوتيت من وسائل كملكة، وبكل ما أوتيت من وسائل كامرأة، وعلينا أن نكتفي بهذا بغض النظر عن افتراضاتنا عن مشاعرها تجاه قيصر أو أنطونيوس. وهذه الجزئية الأخيرة، وهي مشاعرها اتجاه قيصر أو أنطونيوس وهذه الجزئية الأخيرة وهي مشاعرها تجاه هذا أو ذاك تبقى غامضة، لا يدري عنها أحد شيء سوى الأشخاص المعنيين أنفسهم. ويبقى السؤال الأبدي الدائم التردد: أكانت كليوباترا سيئة أم فاضلة؟ والإجابة إن كانت في كل الأحوال مثابرة وحازمة. الفصل 18: كليوباترا الخالدة، الفن والتجارة. كليوباترا، لقد كان هناك العديد من النساء التي حملن هذا الاسم، ولكن عندما يأتي ذكر اسم كليوباترا فإن الجميع يفكرون فقط في كليوباترا السابعة، التي يذكرهم اسمها بالحاكمة المعروفة، يذكرهم اسمها بلقب ملكة الملوك، والبعض الآخر يتذكر مع اسمها العاشقة المعشوقة الكبرى لقيصر وأنطونيوس. أما البعض الآخر فيرى في شخصها فقط قاتلة الرجال المتوحشة، القاهرة التي لا تعرف الحدود، الزوجة الخائنة المبذرة المجنونة. كما رأى البعض في شخصها رمزا للرفاهية والإثارة والرذيلة. لقد حوت صورة كليوباترا العديد من الوجوه التي صاغها لها الناس من خيالهم. الكثير من هذه الوجوه كان معاديا للمرأة،
كليوباترا تعتبر واحدة من أولئك النساء اللاتي استحوذن على اهتمام الرسامين والمحللين والأدباء وخيالاتهم في جميع الأزمان والعصور. لوحات الفنانين التي اتخذت منها نموذجا للجمال في كل بلد من بلاد الدنيا لا يستطيع المرء إحصائها، فمنذ عصر النهضة ونحن نرى لوحات فنية تصورها في بهاء جمالها، وأخرى تصور ساعتها الحزينة وقت انتحارها. وعلى سبيل المثال الحصر، نرى لوحة خشبية تمثل اتجاه الشاعر الإيطالي جيوفاني بوكاكيوش نفسه، والتي رسمت عام 1473 ونشرت في بلدة أولم، وهي تصور لحظة انتحار كليوباترا بثعبانين لهما أذن فار وهما يعضنها تحت ذراعيها. ويتناول بوكاكيوش في مؤلفه نساء شهيرات والذي أتمه في عام 1361 مجموعة من النساء يبلغ عددهن نحو 104، من ضمنهن كليوباترا بالطبع. وهنا نرى بوكاكيوش يتناول صورة كليوباترا على أنها صورة رمز للجمال، وكذلك للجشع والطمع والشهوة. أما سلسلة الأعمال الخشبية والتي ترجع إلى عام 1473 فقد صورت المعنى السابق نفسه ولكن بالرسم. فنرى هنا في الصورة اليسرى كيف أنها كسبت رهانا يوازي 10 ملايين سسترسن، وبها كليوباترا وهي تشرب الشراب المذاب فيه لؤلؤ تنظر بتحدي إلى الرجلين الجالسين معها. ونلحظ هنا أنطونيوس وهو يرفع أصبعه منذرا محذرا، أثناء ذلك تسقط الأواني من يد الرجل الآخر من شدة فزعه. في هذه اللوحة كان أنطونيوس يرتدي تاجا يمثل النظام، أما كليوباترا فكانت تزين رأسها بقلادة مثل القلائد التي كانت تمنحها الكنيسة قديما كرمز يصم صاحبته بالفسق والفجور. أما بقية هذا العمل فهو واضح بصورة لا تحتاج إلى شرح، حيث نراه على الجهة اليمنى من اللوحة إذ نرى أنطونيوس ملقى على الأرض بعد أن عجز عن كبح جماح كليوباترا، والمنظر هنا يوحي لنا بأنه مات بعد أن غرست كليوباترا السيف في صدره. وفي النهاية نرى أن اللوحة هنا صورت جزاء قاتلة الرجال الذي تستحقه، وعن طريق هذين المنظرين أصبح طريق كليوباترا في الأدب والرسم واضح المعالم، حيث إن معظم اللوحات اتخذت من هذين الحدثين السابق الإشارة إليهما موضوعا رئيسيا. فنرى أن 60 رساما صوروا كليوباترا وهي تتناول الطعام خلال المأدبة الشهيرة، وأكثر من 150 رساما صوروا لحظة انتحار كليوباترا. أما فنان عصر الباروك فكثيرا ما نراهم أخذوا الكثير من الأعمال التي تصور كليوباترا وحياتها الماجنة، وأقحموا فيها صورا إباحية تتعارض مع فكرة المنظر المرسوم. وإذا نظرنا إلى فناني فينيسيا فنلحظ أنهم انبهروا وطار لبهم من روعة وبهاء بلاط كليوباترا بالإسكندرية، لهذا نراهم صوروا هذا البريق والجمال بكثرة وافتنان لأنه لاق هوى في نفوسهم. فنرى أن تيبولو قد صور لقاء كليوباترا مع أنطونيوس بطرسوس في نقش كبير جميل بقصر لابيا، كما صور كليوباترا ومأدبتها الشهيرة. أما فنان القرن التاسع عشر فنراهم قد صوروا كليوباترا في الحمامات التركية أي في بلدان الشرق، كما أن داعية أوكتافيوس التي سبقت الحرب صورت كليوباترا على إنها امرأة شرقية، والشرق لدى العقلية الأوروبية كان له معنى مختلف تماما عما هو سائد في عقولنا، حيث كانت كليوباترا رمزا للشرق، والشرق آنذاك كان مؤنثا. والشيء نفسه نراه في لوحة هانز ماكارت القديمة موت كليوباترا سنة 1876، والتي صور فيها موت كليوباترا متخذا من هذا الانتحار نقطته الأساسية التي يحلق حولها. في هذه اللوحة نراه قد رسم كليوباترا وهي تضع أفعى فوق صدرها. هذه اللوحة كانت مصدرا للإثارة الجنسية والشهوانية، كما كانت رمزا لرفاهية الشرق كما صورت آنذاك.
كما إن اسم كليوباترا قد حظى بشعبية كبيرة أيضا في الأوبرا، حيث أن هناك ما يزيد على 100 عمل غنائي وأوبرا وأوبرالي ومسرحي وباليه، بدأت جميعا منذ عام 1633 بعمل جوليو جواتسيني المسمى دراما فينيسيا، كما أن هناك بيتين من بيوت الأوبرا العالمية على الأقل افتتح بأعمال عن كليوباترا. ففي عام 1742 افتتحت الأوبرا الملكية ببرلين، والتي أطلق عليها فيما بعد أوبرا برلين بأوبرا من أعمال جيوفاني جو ألبرتو بوتاديلي، والتي جاءت مقتبسة من عمل بيبير كورنيلي التراجيدي مقتل بومباي، ووضع ألحانها هاينريش جراون في العمل المسمى كليوباترا وقيصر. وفي عام 1966 افتتحت أوبرا المتروبوليتان بنيويورك بعمل سامويل بابراز وفرانكو سيفريك والمسمى أنطونيوس وكليوباترا. إنه سيكون من الصعب أن نقدم جميع الشعراء الذين تناولوا شخصية كليوباترا في هذا السياق. نرى أن ثيودور بيسترمان أستاذ تصنيف الكتب النادرة قدم لنا في مطلع هذا القرن قائمة بأسماء هؤلاء الشعراء والكتاب، بدءا من بلوتارخ ومرورا ببوكاكيوش وشكسبير وجاودينيسيو وروجاز رورويلا ومامو نتسيل وكوتزيد وبيشل وبروشت وآخرين. لا يسع المجال ذكر أسمائهم جميعا، كان لكل منهم نصيب في الموضوعات التي سنطرحها فيما يلي. في البداية نود الإشارة إلى جيوفاني بوكاكيوش، كان أول من أعطى لأول صورة مرة صورة في عام 1361، وذلك منذ العصور القديمة. ثم جاء شكسبير بعمله أنطونيو وكليوباترا عام 1608، والذي قدم به القدوة التي سار على نهجها أدباء القرنين السابع والثامن عشر. ترجم هذا العمل إلى 120 لغة، وتمت إعادة طباعته حتى الآن أكثر من 1500 مرة. وفي عمل شكسبير هذا يعالج فيه موضوع كليوباترا معالجة عاطفية حزينة مؤثرة. وقد طبع عمل شكسبير هذا صورة حية لكليوباترا في أذهان الناس خارج وداخل الإطار العلمي، لا يدانيه أي عمل آخر من قبل أو بعد. وكانت النقطة المؤثرة في عمل شكسبير المسرحي هذا هي النهاية التي وضعها لهذا العمل، إذ أنه وضع له نهاية مأساوية بعد حب كبير جارف. وجاءت قمة المتعة والإثارة في هذا العمل عندما كتب شكسبير أغنيته العظيمة لهذا العمل، والتي ضمنها مغزى شخصية كليوباترا الذي رسخ في وجدان الناس من وقتها حتى عصرنا. تقول كلمات الأغنية: لا يستطيع العمر أن يبليها، لا ولا العادات أن تنال من رونقها. يحدث لديك الشبع عندما تنال من النساء، ولكن إذا نلت منها فلن تزداد إلا جوعا إليها. القبيح يصير في يديها جميل، حتى إن القديس ليباركها حتى وإن كانت تزني. في عام 1642 كتب باجانينو وجاود يتريو بمدينة بيزا عمله المسمى ديو كليوباترا ريينا دي إيجيتو لا فيتا كونسيديراتا. في هذا العمل صور حياة كليوباترا بصورتين مختلفتين، أما الأولى فكانت كتابة تاريخية بحتة، والثانية فكانت كتابة خيالية محضة، حتى إن الثعابين التي انتحرت بها كليوباترا جعل منها فرانسيسكو دي رواز في عام 1645 موضوعا للكتابة، وصاغ حولها مسرحياته تحت عنوان لوز أسبيدي دي كليوباترا. في عام 1750 كتب فرانسوا مامونتيل تيليز مسرحية تحت عنوان كليوباترا، وكان للثعبان فيها دور حيوي واضح، حيث جعله ثعبانا ميكانيكيا. ولكن هذه المسرحية لم تلاقي النجاح الجماهيري المنتظر،
حتى إن أحد النقاد كتب عنها في تقديمه لها ما يلي: في مسرحية جميلة عن كليوباترا، وعندما بدأت أفعى فرانسيسكو دي رواز تظهر، كان لابد أن تطلق فحيحا على خشبة المسرح ومن الصالة حيث يجلس الجمهور. عندئذ اعتقد الملقن أن عليه أن يستمر في التلقين، واستمر في أداء صوت فحيح الأفعى. في عام 1805 جاء الكاتب أوغست فون كوتسوبو وسخر من كثرة الأعمال التي تناولت كليوباترا بصورة هجائية ساخرة، كما تناول القيصر بطليموس الخامس عشر بكتاباته الساخرة أيضا، عندما يصفه دائما وهو يرتدي زي الملاح الصغير، كما يسخر من كليوباترا عندما تفرغ لمقتل قيصر وتقول: قيصري الآن مات، وماتت معه أفراحي، لهذا أشرب الآن الشاي الأخضر وأقرأ أحزان فيرنرز. كما أصدرت أعمال أخرى غريبة حول هذا الإطار لأشخاص كانوا يحملون لقب أدباء أو أنهم أرادوا أن يكونوا أدباء، فنرى أنه في عام 1921 حصلت المكتبة البريطانية في لندن على مؤلف للكاتب الإنجليزي بي فيل كهدية من الكاتب للمكتبة، وكان عنوان الكتاب من كليوباترا إلى المسيح. وفي هذا الكتاب يعرض الكاتب أدلة وبراهين على أن كليوباترا لم تمت في عام 30 قبل الميلاد كما هو معروف، وإنما غيرت من شخصيتها وتحولت فيما بعد إلى مريم المسيح أو مريم العذراء أم المسيح. أما كليوباترا من وجهة نظر القرن العشرين فهي ما بين رأيين متنازعين، إحداهما يصفها على إنها مخادعة ومثيرة، والآخر يرى أنها امرأة شديدة العبقرية والذكاء. أحد هذين الرأيين تحيزت له بيرتوليت بيرشيت بشدة في الأوبرا التي كتبتها عن كليوباترا تحت عنوان أوبرا الثلاث بنسات، وبصفة خاصة نلحظ رأيه هذا في الأبيات حيث يقول: لقد رأيتم كليوباترا الجميلة وتعلمون ما الذي فعلته، حيث أنها قضت على اثنين من القياصرة وأباحت فرجها حتى النهاية ثم ذبلت حتى أصبحت ترابا. في منتصف مارس كتب سير نورتون وايلدر مؤلفه عن كليوباترا، ولكنه لم يضمنه رأيه الشخصي عن كليوباترا، بل أنه ترك قيصر ليقول رأيه للقارئ بلسانه أي لسان قيصر، حيث يقول الكاتب على لسان قيصر: لقد ازداد تفردا وجمالا عما كانت عليه متعة الحديث معها. لقد ازدادت تفردا وجمالا عما كانت عليه متعة الحديث معها، متعة الإصغاء إليها، الأسئلة التي تطرحها. كل البشر الذين يعيشون في عالمنا هذا بجوارك قليل الفهم، عاجز الإدراك بالقياس إليك يا كليوباترا. كما لم يستطع أحد أن يضع صورة حديثة لكليوباترا مثلما فعلت السينما، حيث تناول الفرنسي جورج ميلز في عام 1899 شخصية كليوباترا مفتتحا بها عصر نهضة الفيلم الفرنسي. في عام 1934 لعبت كلاودي كولبرت دور الملكة المصرية التي أوصلها إلى سلم الشهرة في فيلم المخرج سيسيل بي ديميل تحت عنوان كليوباترا، إذ قامت الممثلة الأمريكية بأداء الدور كما كان يتخيله المخرج من حرية جنسية لا حد لها واستقلال اقتصادي لا يعرف الحدود، وكذلك حرية شخصية طاغية كانت تتمتع بها كليوباترا. اتصور في فيلمه هذه الملكة التي تقترح على قيصر ما سيفعله، نراها تقول: نعم معا نستطيع أن نغزو العالم، فيجيب الآخر قائلا: إنه لجميل أن تسمحي لي أن أكون معك. واختار ديميل الممثلة الرياضية كلاودي كولبرت لدور كليوباترا، وهي التي أدت الدور ببراعة، جعلت صورة كليوباترا التي قدمتها للناس عالقة بأذهانهم لفترات طويلة. مع هذا الفيلم نشطت حركات تجارية كبيرة ورجت منتجات كثيرة تحمل معظمها اسم كليوباترا، بالرغم من أن هذا الفيلم لم يكن من أفضل
الأفلام التي أنتجت في الثمانينات. ففي بعض دور السينما لاحظنا نوعا جديدا من أنواع العطور ظهر لأول مرة يحمل اسم كليوباترا وهو للبيع. أيضا في بعض المحلات الأخرى رأينا عرضا بتقليد قصة شعر كليوباترا تماما قصة شعر كليوباترا تماما مثلما ظهرت بها الممثلة كلاودي في الفيلم. وبعرض هذا الفيلم راجت حركة مصففي الشعر وربحوا الكثير من ورائه، بل ساد الاعتقاد بأن قصة الشعر هذه كانت هي السبب في نجاح وشهرة كليوباترا، مما جعل النساء آنذاك يتسابقن في الحصول على طريقة قصة الشعر هذه. أما أحدث من قام بتجسيد شخصية كليوباترا بعد ذلك فكانت إليزابيث تايلور في فيلمها عام 1963، إذ جسدت في الفيلم قصة حياة كليوباترا الخاصة بصورة لم تسبقها إليها ممثلة أخرى. كما يعتبر إستريكس هامش إستريكس، وهي شخصية تخضع لأفلام الكرتون، كانت دائما تعمل على إحباط محاولات الرومان احتلالهم البلدان الأخرى، وهذه الشخصية من اختراع فرنسي. وكليوباترا أشهر أفلام الخدع السينمائية التي أنتجت عن الملكة المصرية على الإطلاق. إن كلمة التجارة ليست وليدة هذا العصر، بل هي منذ قديم الأزل، حيث أنه بعد موت كليوباترا بأزمان طويلة عثرنا على بعض الوصفات التجميلية التي تحمل جميعا اسم كليوباترا، إذ استغل مؤلف هذه الوصفات فضول النساء في رغبتهن بإلقاء نظرة في صندوق تجميل كليوباترا. ومن هذا الطريق بدأ يظهر مصطلح جديد على السطح، وهو مصطلح الدعاية والإعلام. فنرى صابونة جديدة يطلق عليها كليوباترا رغبة في المنتج من المنتج في أن تؤدي الصابونة التأثير نفسه على مستخدميها. من هذه الوصفات كانت واحدة ضد سقوط الشعر ولا غلو في ذلك، حين كان قيصر عشيق كليوباترا أصلع. وقد أخبرنا بهذه الوصفة سور نوتون فيلدر في مؤلفه، وهنا نرى أن سور نوتون يصور قيصر وهو يضع معجونا أزرق اللون طيلة اليوم فوق رأسه، وعلى ما يبدو أن هذا المعجون لم يحقق ما كان قيصر يرجوه من نتيجة. لهذا نرى كليوباترا هنا مغرية وداعبة على لسان سور نوتون أن الرجل إما أن يكون ذا عقل أو ذا شعر، ولكن ليس الاثنين. وبالطبع ساق المؤلف هذه الجملة على لسان كليوباترا والتي تتفق وخفة ظلها. انتهى الكتاب، شكرا لكم.